دكتور، من الناحية القانونية والدستورية، هل يجوز إنشاء هيئة تحقيقية ومحاكم خاصة؟ ولماذا ذهب السيد رئيس الوزراء بمعية الأمر الديواني 29 إلى هذا القرار وما تبعاته بعد قرار المحكمة الاتحادية؟ دكتور، يسعد مساك ومسا ضيفك. الله يسلمك. أستاذ اللي أنا بدي أحب أول شيء مداخلتي ابدأ من لبنان، من مثل عندنا بلبنان الرئيس الراحل فؤاد الشهاب يلي بني الدولة الحديثة بلبنان والمؤسسات. كان عندما يختلف أهل السياسة يقول ماذا يقول الكتاب؟ الكتاب يعني هو نص الدستور، نص الدستور، والدستور العراقي واضح. أنا بكل تواضع بقول أنا ما بدخل بالتفاصيل، مع تقديري لأستاذ إياد. أنا القرار بما خص الأمر وإلغائه بين إيدي واطلعت عليه. نعم. حتى يعني أنا بلاقيه قرار دستوري لا تشوبه أي شائبة. نحن علينا، أنا أمنياتي للشعب العراقي اللي كان معها، اللي كان الناس اللي معها القرار أو ضد هذا القرار، خشبة الخلاص من التجاذبات السياسية والتصادمات اللي عم بتصير. ما إلكن إلا القضاء، القضاء بشقيه، القضاء العدلي يعني مجلس قضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا. هذا قرار، أنا بدرس طلابي، أنا عندي عدة قرارات، أنا لا أجامل. أنا أقول أنه المحكمة الاتحادية أعطت قرار، أنا أقترح أن يترجم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية ويرسل إلى المحاكم الدستورية حول العالم، لأنه قرار فعلا ننحني أمامه لتعليله الدستوري. وإن كنت أنا مثلا في الفقرة الأخيرة من الحكم أنا بأخذ مأخذ يعني شكلي، نعم، أنه لما بيقول بآخر صفحة الحكم بعدم صحة الأمر الديواني، لا، الحكم بعدم دستورية الأمر الديواني. لأنه الأمر الديواني طبعا أنا مش صحة. طيب. مش عم فك، أنا عم فتش، أنا كقاضي دستوري أنا لا أنزل إلى مستوى القانون، أنا أقف على مستوى الدستور وما يعلو الدستور. إذن أنا لما بدي أحكم مع تقديري بقول أنا الحكم بعدم دستورية الأمر الديواني، لأنه ريته بتعليل واضح. يمكن أنا بمفاهيم الدستورية اللي بقولها أنه هالأمر الديواني هو اعتداء صارخ من قبل سلطة دستورية، مع تقديري أنا لمجلس وزراء والصلاحيات سلطة تنفيذية منصوص عنها. نعم، لكن هو اعتداء صارخ من سلطة دستورية على سلطة دستورية مماثلة، واللي هي القضاء اللي بيتجسد بمجلس قضاء الأعلى وببقية الأجهزة التابعة له، وبمسألة كمان على السلطة الدستورية اللي هي هيئة النزاهة. هيئة النزاهة نص عليها الدستور العراقي وأعطاها صلاحيات. أنا لما بدي أجي بأمر ديواني بيقول ويعلل كما يشاء وكما يريد انه يصير قضية التحقيقات وتصير، وعم بمس انا هون بتكون اعتداء من سلطة دستورية موازية لهيئة النزاهة، بغض النظر عن الموقع، هيداك موقع سياسي ورئاسة الحكومة ومجلس وزراء، لكن الدستور وجد لكي يحترم، تحترم نصوصه. اذا انا لما بقول هالقرار لا غبار عليه، أنا بعتبر أنه اتطرق إلى كافة النقاط الدستورية يلي هيدي مخالفة للدستور طيب العراقي. هل, هل, هل تم إنقاذ الدستور من الاختراق أو المخالفات بهذا القرار؟ يعني عندما خالفت الحكومة القرارات القضائية والدستور، هل يعتبر إجهاض لمشروع إنشاء دكتاتورية أو محاكم خاصة أو عودتنا للخلف؟ دكتور قصي، أيه؟ هلا في فرق، نحن شوي تضارب بالوعي. انا بدي اقول لك مبدا دوله القانون اللي مندرسها للطلاب نحن ومنشارك بمؤتمرات فيها. ماذا تعني دوله القانون؟ دوله القانون ان يكون الحاكم قبل المحكوم خاضع لاحكام الدستور. لا يجوز باي سلطه تنفيذيه او تشريعيه او حتى القضاء،
ما فيهم يعني يختلقوا صلاحيات لهم غير منصوص عنها في الدستور. إذا دولة القانون تقضي بأن يكون الحاكم قبل الحكم خاضع لأحكام الدستور. طيب. والدستور صريح. الدستور طيب. صريح. طيب دكتور أمين، أنا من راح أرجع لك، ثبت لي عندك أنه الخروقات اللي مارست هذه اللجنة طيلة عملها، أبرز هذه الخروقات وكيف يتم الطعن بها الآن بعد قرار المحكمة الاتحادية؟ من نعود جنابك؟